السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم مطبخ وفاء. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضروا جميع الوصفه ديال الشيشه باللبن او السيكوك. وكما كنعرفوا كاملين الفوائد ديال الشيشه لا تعد ولا تحصى، لا بالنسبه للكبار ولا للصغار، وخصوصا المرضى السكري. واحد الغرفيه من هاد السيكوك مور التراويح، يا سلام، كتشبع وكتروي العطش. فبقاو معايا التالي باش نحضروا هاد الوجبه هذه. غادي نحتاجو واحد زلافه ديال التيشه، من الاحسن تكون رقيقه باش فيها الطيب. كنديروها في شي بول وكنغسلوها مزيان مزيان حتى تقلع من هذاك النشا. صافي، من بعد 3 ديال التشليلات فكتكون على هذا الشكل. في اخر مره كنحاولوا نسطيوها مزيان مزيان من الماء وكنخليوها على جنب حتى كتشرب هذاك الماء في ساعه، واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق، وعلى ما يطيب الماء ديالنا نديروها تفور. بالنسبه للتفويره الاولى، من الاحسن تخليوها تفور مزيان واحد ربع ساعه حتى 20 دقيقه. هنايا بالنسبه للزلافه ديال التيشه كنحتاجوا لها زلافه ديال الماء، كنرشوها مزيان مزيان بديك الزلافه. وكنخليوها على جنب باش تشرب. يا رفيسة كتشرب معها كتكون الشيشة سخونة والماء بارد في ساعة غير واحد 5 دقائق. هنايا التفويرة الثانية والأخيرة، بالنسبة لهاد المرة كنخليوها غير واحد 5 دقائق غير تشوفوها فارت مزيان. صافي، طفيو عليها. هنايا كنحاولوا نفكوا هذوك الحبيبات مزيان مزيان، كنغطيوها بواحد المنديل ونخليوها على جنب باش تبرد. وبهكا كنكونوا وجدنا احلى طبق سيكوك في ظرف نص ساعه. نبغيكم تخليوا لي في التعليق فاش كتخدموا نتوما التيشه، واش كديروها بهذه الطريقه، كديروها مع المرقه واللحم والخضره، ولا كديروها مع السلق، حيت كل منطقه تبارك الله وكي كديرها. وكيكون هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنى يكون الاعجاب ديالكم خفيف ظريف على قلوبكم. والسلام عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.